من أسبوعين تقريبا كنا تكلمنا عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في العالم، وعرضنا عناوين موجة الحر التاريخية اللي بتتعرض لها مختلف دول العالم، وكانت انطلقت الكثير من التحذيرات الأممية عن موجة الحر هذه، واكتسب شهر يوليو لقب الشهر الأكثر حرا على أو الأكثر حرا في التاريخ. طيب اليوم العالم حرفيا بيحترق، فعناوين الحرائق اللي جالسة بتاكل الأخضر واليابس متصدر الأخبار، مستحوذة على اهتمام الملايين من الناس في اليونان، تركيا، كرواتيا، إيطاليا، البرتغال، الجزائر، سوريا وتونس، كلها دول تعاني من حرائق في غاباتها وعلى مساحات واسعة جدا، والأكثر تضررا فيها اليونان اللي دمرت الحرائق فيها أكثر من 35 ألف هكتار، والمشهد في الدول اللي قلت لكم الآن عليها كالتالي. سبب الحرائق للآن مو أكيد، ولكن أغلب التوقعات هو ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر اللي بتضرب العالم وشدة الرياح في بعض المناطق اللي أعاقت عمليات الإخماد السريع والحد من امتدادها، فأكثر من 100 حريق اندلع في الجزائر في 15 محافظة من يوم الأحد لليوم، وراح ضحيتها 34 شخص. تركيا اندلعت فيها حرائق في أنطاليا ودمرت 180 هكتار، وجهود إخمادها بشكل كامل لسه مستمرة. في سوريا اندلعت الحرائق كمان في غابات قرى اللاذقية من 3 أيام، ولليوم مو عارفين يخمدوها. إيطاليا شهدت حرائق في صقلية وكرواتيا كمان، والبرتغال كمان عانوا من حرائق في مواقع سياحية ومنتجعات وجزر. أما النصيب الأكبر من الحرائق مثل ما تكلمت في البداية كان من نصيب اليونان اللي اندلع فيها 500 حريق، وكافحت فرق الإطفاء أكثر من 50 حريق في اليوم في جزر رودس وكورفو وإيبيا من الأسبوع الماضي. عمليات إخماد الحرائق في اليونان مستمرة، وبلغ عدد ضحاياها أكثر من 50 شخص، ومنهم طيارين من اصطدمت طيارتهم بسفح جبلي وهم جالسين بيخمدوا الحريق. طيب معنا موفد العربية من رودس فادي الدهوك، أهلا فيك معنا فادي. إذا توصف لنا، يعني أنت شاهد على الحرائق اللي بتحدث هناك، فإذا بتوصف لنا كيف المشهد عندك اليوم. أهلا سارة، الحرائق ما تزال مشتعلة. نحن الآن في مركز عمليات منطقة جينادي، وهنا كما ترون عبر الكاميرا ما تزال الحرائق مستعرة في سفوح الجبال. هذه الحرائق تنقلها الرياح العاتية، تتجاوز سرعتها 40 كيلومتر في الساعة، وهناك صعوبة كبيرة جدا من قبل رجال الإطفاء في السيطرة عليها، لأنهم لا يتمكنون من التوغل بسياراتهم إلى تلك القرية.
القمم، هناك فقط الطائرات التي تكافح وحدها هذه الحرائق، لكن بسبب الرياح وهذا الأمر بادي بشكل واضح على الشاشة الآن باتجاه الدخان، بسبب الرياح لا تتمكن حتى هذه الطائرات من السيطرة على الحرائق بشكل كامل. في كل حريق يتمكنون من إخماده يندلع حريق آخر وهكذا. هناك الآن يعيش سكان بلدات مالونة ومسارو وفاتي في محيط هذه المنطقة التي نتواجد فيها، يعيشون لحظات صعبة للغاية مع استمرار الحرائق. واليوم نحن ندخل اليوم التاسع على التوالي في اليونان، وهذه الحرائق ما زالت خارجة عن السيطرة. هناك عدد كبير من رجال الإطفاء ومن المتطوعين كذلك من سكان هذه البلدات وأيضا من البلدات القريبة الذين هرعوا للمساعدة، لكن حتى الآن كل هذه الجهود باءت بالفشل والحرائق ما زالت مستعيرة. سارة فادي، أنت ذكرت يعني طبعا سكان هذه الأماكن، هل في إحصائيات عن عدد الناس اللي يعني تم إجلائهم من الأماكن؟ يبدو أنه الآن في عاجل أنه إجلاء حتى مدينة عدد من تم عندك. عدد من تم إجلاؤهم تجاوز 40,000 منذ بداية هذه الحرائق في أو قبل 9 أيام. طبعا من بين من تم إجلاؤهم عدد كبير من السياح، وسجلت اليونان أكبر عملية إجلاء في تاريخها. عدد السياح الذين غادروا يوم أمس بلغ 2000 شخص من هذه الجزيرة، لكن أيضا هناك إجلاء لعدد من السكان هنا في هذه البلدة. تم إجلاء كل السكان والكهرباء الآن مقطوعة بشكل كامل عن هذه البلدة بسبب تضرر محطة الكهرباء الرئيسية فيها. الحرائق وصلت إليها ودمرتها بالكامل في هذا الجزء الجنوبي من جزيرة رودوس في منطقة جينادي. طبعا هناك طائرتان مروحيتان وأيضا قاذفتان مياه تقوم بمكافحة هذه الحرائق. وكل من نتحدث معه هنا، المتطوعون رجال الإطفاء، يقولون أنهم يخوضون معركة غير متكافئة مع النيران، معركة صعبة جدا. يدخلون إلى مناطق خطيرة جدا في محاولة لإطفاء هذه النيران، لكن ذلك لا يجدي حتى الآن. ليس هناك أي حل لهذه الحرائق، خصوصا مع الرياح القوية التي تهب اليوم في هذه الجزيرة في رودوس، وأيضا درجات الحرارة التي ارتفعت اليوم وبدأت موجة حر جديدة في هذه الجزيرة. تبلغ درجة الحرارة الآن 44 درجة مئوية. سارة، يعني هي المسؤولين أصلا في اليونان وصفوا المعاناة وما يحدث حاليا بالحرب يعني فعليا، وحضرتك الآن ذكرت فادي درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة. هل في شبه إجماع أو يعني تأكد من الجميع أنه سبب هذه الحرائق هو ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوق هذا؟ هذه التصريحات هي لرئيس الوزراء الذي قال أن سبب اندلاع هذه الحرائق هو الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وأيضا التغير المناخي. لكن عمدة جزيرة رودوس قدم دعوى قضائية في أثينا لرفع دعوى ضد مجهول، وقال أن هناك أشخاص افتعلوا هذه الحرائق. طبعا هذه الرواية ينفيها السكان الذين تحدثنا معهم، وعدد كبير من المتطوعين يقولون أن عمدة المدينة أو عمدة هذه الجزيرة يحاول فقط التغطية على تقصير الحكومة في التحرك العاجل لمكافحة هذه الحرائق، لأنها بدأت عبر بؤر صغيرة جدا كان يمكن السيطرة عليها ولم تتدخل السلطات الرسمية. كان فقط المتطوعون الذين يقومون بمكافحة هذه البؤر، لكن عندما وصلت النيران إلى السواحل السياحية إلى الفنادق والشاليهات، هنا بدأ تدخل الحكومة، أي قبل 4 أيام تقريبا عندما بدأت عمليات الإجلاء، وهم يرفضون هذه الرواية. لكن العمدة يتحدث عن أنهم يملكون تسجيلات مصورة ويملكون شهادات عيان من أشخاص متواجدين هنا، قالوا أنهم شاهدوا أشخاص يقومون بافتعال هذه الحرائق. والمدعي العام على كل الأحوال فتح تحقيقا رسميا بهذه المسألة. طيب، على العموم احنا بنشكرك على هذه المداخلة، ويعني الصور الآن المباشرة أمامنا يعني فعلا مخيفة ومفزعة. طبعا انتبه على نفسك يا فادي، نتمنى لك دائما السلامة. كان معنا موفد العربية من رودوس فادي أدهو، شكرا لك.